لم تكن تعديلات قانون المحاماة التي صدرت مؤخراً إلا حلقة أخيرة في سلسلة نضال وكفاح لم يكن سهلاً قاده المحامون ونقابتهم ونقيبهم من أجل سيادة المحامين على نقابتهم ومن أجل تشريعات ترتقي بمصالح المحامين. استغرقت رحلة هذا الكفاح أكثر من 16 عاماً. أنشئت نقابة المحامين في مصر عام 1912 بموجب القانون رقم 26 بتاريخ 30 من سبتمبر عام 1912، ثم صدر قانون آخر عام 1944، واستمر العمل به خلال الستينيات والسبعينيات حتى أقر قانون عام 1983 الذي ظل معمولا به دون تعديل مدة 20 عاما متصلة، حتى كان العام 2003 حيث أدخل أول تعديل على قانون نقابة المحامين بمطالبة من النقيب العام الأستاذ سامح عاشور الذي وقف وحده في مواجهة أغلبية مجلس الإخوان. عدلت المادة 187 واستبدل بها المادة رقم 10 لسنة 2003، وهو التعديل الذي أنقذ خزائن النقابة من الإفلاس، وكان هذا التعديل بحق أول الغيث. على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة بحيث لا تقل عن 50 جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية و75 جنيها أمام المحاكم الابتدارية و100 جنيه أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري و200 جنيه أمام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. ثم كان العام 2008 الذي شهد معركة القانون 197 التي قادها النقيب العام سامح عاشور ومعه عدد من أعضاء مجلس النقابة ليضيف مزيدا من الامتيازات لصالح المحامين والمحاماة مثل المواد التالية: تقرير الحصانة المهنية عند التلبس لأول مرة بجرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات، إذا وقعت من المحامي أثناء الجلسة فلا يجوز حبسه أو احتجازه أو القبض عليه، المادة رقم 50. عقوبة الحبس التي لا تقل سنة لكل من انتحل صفة محامي، المادة 227. تنظيم القيد بجداول النقابة وضوابط مزاولة المهنة، المادة 31 والمادة 46 مكرر. طريقة تشكيل مجلس النقابة، المادة 131. تنظيم انتخابات اختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة، المادة 135. ثم كان العام 2014 الذي تحقق فيه أكبر إنجاز دستوري في تاريخ نقابة المحامين، فلأول مرة في تاريخ المحاماة في مصر والعالم يتضمن دستور البلاد فصلا خاصا عن المحاماة ويؤسس لحماية وحصانة غير مسبوقة للمحامي أثناء عمله، ليس أمام المحكمة وإنما أمام كل جهات التحقيق والاستدلال. كان لوجود النقيب العام سامح عاشور عضوا بلجنة 50 ونائبا لرئيس اللجنة ورئيسا للجنة الحوار المجتمعي فيها أكبر الأثر في وضع هذه المادة وتثبيت تلك الحقوق. المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون. خرج الدستور بأعظم استحقاقات في تاريخ المحاماة، مش في مصر بس ومش في الوطن العربي بس، في العالم. في العالم ليه؟ في العالم لأنه مفيش دستور في العالم وضع المحاماة فصل غير الدستور المصري. الدستور المصري له السبق فيما انتهى إليه. مفيش في العالم دستور بيتكلم عن المحاماة إلا احنا، إلا الدستور المصري. فنجح المحامين
بقوتهم وبعزيمتهم وبإرادة المحامين اللي التفت حوالين قيادتهم النقابية اللي قدمت هذا التعديل عشان نصل إلى هذه الإنجازات. وفي العام 2019 أدخلت التعديلات الأكبر في تاريخ قانون المحاماة، وهي تعديلات 2019 القانون 147 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 17 لسنة 1983، وكان بمثابة قانون جديد للمحاماة. ضوابط القيد والقبول وسيادة النقابة على جداولها ومواجهة فوضى التعليم المفتوح تشريعيا وليس قانونيا فقط، وذلك من خلال لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة وتحقيق أهدافها من خلال وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال. في النهاية أنا مش هبيع نقابة المحامين لغير المشتغلين والحملة الدبلوماسية التعليم المفتوح. مش هبيع نقابة المحامين، هبيعها، لأن ده معناه إنك بتبيعها تمن رخيص قوي، إما إنه يكون تمن انتخابي أو تمن انتهازي أو تمن انتخابي، يعني انتخابي بمعنى إنه في أصلاً تجمعات انتخابية كانت قائمة على هذه الثلاجات، معها ناس مستفاها، معها كرنيهات بيجيبوها عند الانتخابات. لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية المعادلة واجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة، ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتباراً من يناير 2021. هذا التعزيز التشريعي بيقسم أو بينهي آخر فصل من فصول المزايدة على ما قدمته نقابة المحامين من ضوابط ومن قواعد، علشان نعزز الدور اللي بتقوم به النقابة من أجل حماية مهنة المحاماة وتعزيزها وتكريس قدراتها. تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادة مهنية. كما قننت تلك المواد أيضا أوضاع الاشتغال للمحامين بالخارج، وبهذا أصبحت نقابة المحامين للمحامين فقط. عارفين حضرتك ده معنى إيه؟ إنه يبقى في أكاديمية، مش حدش يبقى محامي إلا إذا دخل الأكاديمية دي. معناه إنه أي حد ممكن يبقى في النيابة بالليسانس، قاضي بالليسانس، ضابط بالليسانس، إنما محامي مش بالليسانس أكتر، دبلومة. إذن أنت دخلت مرحلة أعلى، شريحة معنوية أعلى، قيمة قانونية أعلى. مواد الحماية والحصانة المهنية للمحامين التي نصت عليها المادة 50 والمادة 51. لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وبهذا تحققت للمحامي حصانة غير مسبوقة عبر تاريخ المهنة. حطينا الحماية دي في القانون وقلنا في الحالات دي لا يجوز القبض على المحامي ولا حبسه احتياطية ولا احتجازه، وإنما المذكرة تروح للمحامي العام الأول للاستئناف ليقدر الأمر في جريمة ولا ما فيش جريمة، في جريمة جنائية النيابة تحققها النيابة المختصة ولا ما تحققهاش، في جريمة تأديبية تروح النقابة ولا ما تروحش. ده هيودي لإيه؟ يودي لأن المحامي هيظل رغم الاتهام الموجه ضده من خصومه يؤدي واجباته أمام النيابة أو أمام المحكمة حتى لا يعطل عن أداء هذه المأموريات وأداء هذه الواجبات. إذن نحن أمام إنجاز جديد ومساحة جديدة من الحماية غير مسبوقة، نتمنى إن شاء الله أنها تمر
بخير بإذن الله. احنا حققنا بالمادتين دول اللي الفضل فيهم لحضراتكم في إيضاحهم في أكثر من نقاش وفي أكثر من حوار وفي أكثر من مؤتمر في بورسعيد وفي الغردقة وفي غيره من الأماكن. ناقشنا النصوص دي وقلنا كيف نحقق حماية الوطن. الحمد لله انتصرنا انتصار مدوي نحن بنفتخر بيه. في تاريخ المحاماة مفيش ضمانات تشريعية ولا دستورية وضعت قبل ما وضع بفضل وجود حضراتكم في هذا التشريع وفي 2018 وفي 2014 بالدستور و2003 عندما تم الموافقة على مادة أتعاب المحاماة. تحصيل أتعاب المحاماة ابتداء وأيلولة مواردها مباشرة إلى صندوق النقابة المادة 187. أيضا احنا عندنا تعديل في تحصيل أتعاب المحاماة واحنا أسندنا في التعديل الجديد لنقابة المحامين حق تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة من غير وساطة لا أقلام المحضرين ولا وزارة المالية اللي بتضيع أو ضاعت بمقتضاها كثير من أتعاب المحاماة دون مقتضى. احنا بإذن الله بهذا التعديل هنبقى حمينا حقوقنا في هذه الأتعاب اللي تقدر بكثير لا أستطيع أن أحصرها، لكن بالعكس أقول أنها كثير من الأموال كانت يمكن أن تضيع لو إحنا أقدمنا على أن إحنا لننظم هذا الشأن. أعتقد أن الموارد دي هتعود إليكم تاني مرة أخرى وفي صورة خدمات حقيقية. وقد وصلت من خلال ذلك مدخرات صندوق النقابة لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 600 مليون جنيه. لكن إحنا أعلى نقابة تقدم دعما لأبنائها أو لأعضائها ينقبت المحامين. كانت تعديلات قانون المحاماة نتاج عرض ومناقشات مع الجمعية العمومية للمحامين ممثلة في نقابتها ومجالسها الفرعية في مؤتمر 2016 بالقاهرة، وأيضا في مؤتمر بورسعيد 2015. النهاردة الإعلان بكلفة النقابة 128 مليون جنيه. راح فين 128؟ راحوا أولا في سقف المساهمة 20,000 و12 و15 نسبة المساهمة من النقابة 90% من 20,000. مش بس 90% في العلاج للمحامي نفسه وصل للمحامي فيما عدا الوالدين الأبناء والزوجة 90%. وقد اهتمت النقابة العامة بالاستماع إلى آراء المحامين بأن شكلت لجنة تعديل قانون المحاماة برئاسة وكيل النقابة وبعض أعضاء المجلس خلال كافة المؤتمرات السنوية للمحامين. وأخيرا وبعد صدور القانون 147 لسنة 2019 لم يتراجع النقيب ومجلسه عن استمرار الحوار والنقاش مع النقباء الفرعيين ومجالسهم للاتفاق على تعظيم فوائد وإيجابيات القانون الأخير ووضعه موضع التطبيق لصالح المحامين والمحاماة. غير أن مواجهة صعبة كانت في انتظار تلك الخطوة قادها أصحاب المصالح الانتخابية وغير الانتخابية والمستفيدون من خلل الأوضاع الناجمة عن التعليم المفتوح للحيلولة دون أن تأخذ هذه التعديلات طريقها. اللي نظموا وقفة ضد تعديل قانون المحاماة كانوا أصحاب التعليم المفتوح، اللي كانوا بيشتمونا في نقابة المحامين أصحاب التعليم المفتوح، واللي ضابط القيد نالتهم ومنعتهم من إن هم يتدرجوا في نقابة المحامين كما يريد وكما يشاء. فأصبحت المعركة واضحة، معركة بين المحامين المشتغلين وبين المحامين غير المشتغلين. ولم يصدر القانون إلا بعد مناقشات ساخنة داخل المجلس ما بين مؤيد ومعارض. بقول له المجلس ده بيحضر عفاريت لشريعة كافحت وشيد بعراها وفرنسا بنان عليه بنان عليه بنان عليه يطلع تعديل بنان عليه هناك ظلم واضح لخريج التعليم المفتوح. توجت تلك التعديلات 16 عاما من النضال والكفاح لتحقيق مستوى مادي ومهني أعلى للمحامين،
الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع اليد بصورة واضحة موافقة. وبموافقة مجلس النواب على قانون المحاماة الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، أصبح القانون نافذا ليبدأ المحامون ونقابتهم عهدا جديدا من الاستقلال والسيادة والنماء. إذن من حقنا ومن حقكم أن تباهوا بما تم أمام كل، مش بس المحامين، أمام كل الدنيا. النهاردة النقابات الأخرى بتقول إحنا عايزين نقاباتنا أو عايزين جهاتنا تبقى زي نقابة المحامين. ومن حقكم أن تباهوا بما تم